لماذا يحفرون أرض الحديقة؟ أهلا عبد الله. حتما يبحثون عن صرة الذهب. صرة ذهب؟ نعم نعم، يحفرون حتى يحصلوا على صرة الذهب التي دفنها جدي هناك. جدك دفن صرة ذهب هناك؟ نعم نعم، امرأة عجوز قالت لي ذلك. ولماذا لم تحفروا قبل ذلك لتحصلوا على صرة الذهب؟ حفرنا في كل مكان وما وجدنا شيئا. إذا ليس هناك صرة ذهب. بلى بلى، وهؤلاء سيجدونها. على كل حال انتظر لنرى. طيب. ملسون ملسون. ها؟ إذا وجدوا صرة الذهب سآخذها منهم، إنها من جدي. لماذا لا تسكت؟ ليلى 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 ليلى. نعم يا نعمان. ليلى، هؤلاء الرجال سيخرجون صرة الذهب الموجودة في الحديقة. أي ذهب يا نعمان؟ هؤلاء الرجال من عمال البلدية، انظر انظر إلى ملابسهم، انظري. إذا لماذا يحفرون؟ أعتقد أنهم يحفرون ليرمسوا الشجيرات حتى تبقى حديقتنا جميلة، أو ربما يريدون تمديد أنابيب المياه، أو ربما يريدون تمديد أشرطة كهربائية. يجوز، كل شيء جائز. وصرة الذهب. أوهام. جدك رحمه الله عاش فقيرا ما عنده شيء، ومات فقيرا ما خلف أي شيء. إذا لماذا يحفرون؟ انظر انظر يا نعمان، الشجيرة التي في يد الرجل. الرجل سيغرس الشجيرة. وماذا بعد ذلك؟ الشجيرة ستصير شجرة. وماذا بعد ذلك؟ ستزهر الشجرة في فصل الربيع. وماذا بعد ذلك؟ سأصعد فوق الشجرة وأغني. وأنا سأصعد معك وأغني. أنت ستصعد فوق الشجرة وأغني، ولكن كيف ستصعد فوق الشجرة؟ سأركب طيارة وأصعد فوقك وأغني. ولمن لا يقطفه شكرا، ما أحلى الأزهار تزهو
يهواها الإنسان. هدوء. 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 نفتش عن دائرة، ما رأيكم؟ أنتم ترون دائرة في هذا الشكل، أكيد ستجدونها. نعم، هكذا. نعم، حتى ذيل الورقة، الخط لم يتصل بعد، ولكنها مع ذلك دائرة. الآن هي دائرة كاملة. انتهيت؟ انتهيت. هل أساعدك في شيء آخر؟ البصل من فضلك. البصل؟ تريدين أن تنزل دموعي؟ بالفرامة لا تنزل دموع. الفرامة تفرم اللحم وتفرم البصل أيضا. إذن أنا أفرم اللحم وأنت تفرمين البصل، اتفقنا؟ اتفقنا. الفرامة لا تعمل. نسيت، القطعة الداخلية انكسرت ولم أغيرها، لذلك هي لا تعمل. والعمل قبل الفرامة كيف كنا نفرم البصل؟ بالسكين. كنا نفرم اللحم بالسكين. حسنا، خذ هذه السكين وافرم البصل، أريده ناعما جدا أرجوك. اللحم تريدينه مفروما ناعما؟ لا، البصل أريده مفروما ناعما. ولكن نحن اتفقنا على أن أفرم أنا اللحم وأنت تفرمين البصل. نعم اتفقنا، ولكن على شرط أن يكون ذلك بالفرامة، والآن الفرامة لا تعمل، إذا نتفق من جديد، أنا أفرم اللحم وأنت تفرم البصل. أفرم البصل وأمري لله. أريد أن يظهر معي في الصورة أبي وأمي. وأيضا أريد أن تظهر معي أختي. جدي وجدتي أريدهما في الصورة أيضا. هذا أبي، هذه أمي، هذه أختي، هذا جدي، هذه جدتي. ولكن أين أنا؟ أهلا، هل فكرت
الأشياء التي يعملها العقل؟ أوه، ما أكثرها. مثلاً أنا الآن أفكر أن أمر من هذا الباب. أنا لم أمر حتى الآن، لكني أفكر كيف سأمشي وأفتح هذا وأمر إلى الخارج. إذن أنا أفكر فقط. شخص يدق الباب. أنا لا أعرف من يدق الباب، لكن أتخيل شيء آخر يعمله العقل. تتخيل؟ صح، يمكن أن أتخيل أن أمي تدق الباب. لا أعرف إذا كان صحيحا، إلا أني أتخيل أن أمي تدق الباب. انتظروا، تذكرت الآن شيئا. هذا شيء آخر يعمله العقل. تتذكر؟ صح، الحقيقة أمي قالت لي إنها ستزور خالتي هذا اليوم. صح، قالت هذا في الصباح، لكني لا أزال أتذكر. إذن لا أعرف من يدق الباب، لكن تعالوا نتخيل. نعم، يمكن أن أتخيل وحشا كبيرا مخيفا يدق الباب. يمكن أن أتخيل وحشا مخيفا جدا يدق الباب. تعالوا نتكلم عن الأمل. فعلا، الأمل شيء آخر يعمله العقل. نعم صح، أنا آمل أن لا يكون وحشا. يمكن أن أتخيل أنه وحش، لكن آمل أن لا يكون. كنت تحب أن تلعب معي؟ بسيطة. كيف حالك الآن يا ملسون؟ لا أقدر أن أتكلم، صوتي مبحوح. حسناً، خذ هذا الدواء ولا تتكلم. قال لي الدكتور هذا الدواء يفيدك إذا بقيت في فراشك وارتحت. والطعام يا ليلى؟ يقول الطبيب خذ حساء دافئا واشرب عصير الليمون والبرتقال ولا تتكلم. والكلام؟ أريد أن أتكلم مع الناس. لا تتكلم، اكتب لي على هذه الورقة. لعبت مع الأطفال بالكرة فأحسست بالحر وشربت الماء البارد بسرعة. الآن عرفت السبب، لعبت كثيرا وعرقت وشربت الماء البارد، وهذا ما جعلك مريضا. لن أشرب الماء البارد إذا عرقت. لا تتكلم، اكتب على الورقة. ولكنني أحب الكلام، هذه طبيعتك يا ملسون. الأحسن أن أنصرف حتى تسكت ولا تتكلم. لا أتكلم،
إذا أغني. لا كلام ولا غناء، اسكت حتى ترتاح. الشبان يحفرون الخشب، وهذا هو الصدف، والصدف من البحر. فهمت، سيطعمون الخشب بالصدف. ولكن كيف؟ الصمغ، يدهنون الخشب المحفور بالصمغ وبالملقط، يلتقطون الصدفات ويضعونها في الحفر فتلتصق. لولا مهارة أيديهم في الحفر، في رش الصمغ، في تثبيت قطع الصدف، ما أصبح الطبق جميلا هكذا. هاتف. الفريق تعالوا هنا كلكم، ستلبسون قبعاتكم حالا، لا تتحركوا الآن، قفوا قفوا كلكم كلكم قفوا. شكرا. وقفتم؟ عندي مشكلة. ما هي؟ انظروا، عندنا 4 قبعات لكن 3 كرات فقط. تريد قبعات؟ نعم. اسمعوا، سأعد القبعات، هذه 1، 2، 3، 4 قبعات، والكرات 1، 2، 3 ثلاث فقط. نعم. واحدة من القبعات ما لها صاحب، لكن لا أعرف أي قبعة. نعم. أحسن طريقة. نجرب القبعات، تعال أنت، مستعد؟ جرب هذه، ما رأيك؟ لا 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 لا. لماذا؟ انظر، هذه كبيرة، إنها كبيرة جدا. انظر، لا أقدر أن أرى شيئا. فعلا كبيرة. حسنا. نعم. هذه ليست. نعم. لك إذا، نجرب قبعة ثانية. كيف ترى هذه؟ هذه ممتازة، ممتازة. جميلة؟ جميلة. حسناً، اذهب، تعال أنت، عنتر، تعال. نعم، أنا عنتر. كل واحد يشبه الآخر، تعال. تعال نجرب هذه. ما رأيك؟ من يتكلم؟ أظن أنها كبيرة. ألو، ألا؟ هنا، أنا هنا. من أنت؟ أنا أنيس، هنا. ليل، ظلام، لا أرى شيئاً. يظهر أنها كبيرة. من الذي يتكلم؟ هذه كبيرة، ها؟ مرحبا. نعم، لا تنفع. لا، لا، نعم. لا تنفع. إذن نجرب قبعة ثانية. حسناً، هذه 1 أخرى. كيف هذه؟ ممتازة. هذه جيدة. جميلة، جميلة. جميلة؟ نعم. شكراً. حسناً، حسناً، من بعده؟ أنا سأذهب لأشرب، أين ذا؟ أنا بعده. حسناً، أنا تعال بعده. جرب هذه. نعم. مناسبة؟ لا 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 لا. لماذا؟ لا أقدر أن أرى الطريق، لا أقدر أن أرى شيئاً.
كبيرة جدا. ها حسنا حسنا إنها كبيرة. لنجرب قبعة ثانية. هذه غيرها. إنها جميلة. هذه مناسبة. مناسبة نعم. أعجبتك؟ ممتازة ولونها جميل. حسنا عظيم. اذهبوا جميعا واستعدوا. ولكن عندنا. أنا ذاهب لأستعد. حسنا حسنا استعدوا. عندنا قبعة زائدة. قبعة مضحكة. من تركها هنا؟ أنا تركت. تركتها هنا. أوه من؟ أنا تركتها هنا. أوه نعم. وهي ليست مضحكة. لا ليست مضحكة. هذه أجمل قبعة. حسنا. تعال سأضعها على رأسك. حاضر حاضر سأضعها. انتبه. أوه طبعا نعم. أوه ما أجملها. رائعة. ولكن حسناً. من أنت وماذا تعمل هنا؟ أنا لاعب كبير. أنا رئيس الفريق الذي يلعب ضدكم. عرفت من أنا؟ أوه عرفت. تعالوا هيا نلعب. نعم حسنا. يبدو أن المطر سينزل. وتعالوا كلكم. أظن أن عدد فريقنا ليس كاملا. الأحسن أن نؤجل اللعبة الآن. نؤجلها. نعم أفضل. واحد اثنان ثلاثة بالونات. ننقص اثنين. الباقي واحد. وطنين في أذنيه. هل هذه سجادة؟ مخططة. لا هذا جلد حيوان. ترى ما هو؟ حصان؟ لا هذا حمار. حمار الوحش. هذه مساحات ملونة مثل أحجار البناية. تحذر ما هذه؟ هذه زرافة. زرافة؟ هي حقا زرافة. هذا مبقع. أهو أسد؟ لا الأسد غير مبقع. إذن هو فهد. يشبه النمر. هذه أرض مشققة. لا هذا جلد فيل. رأيت فيل. هو فعلا فيل. ها توقف لحظة أرجوك. إلى متى تطاردني؟ عفت حياتي بسببك. أنا حيوان مثلك. هل تحب أن يطاردك أحد طوال حياتك؟ لا. إذن نتصالح؟ نتصالح. ولكن ماذا سنفعل إذا تصالحنا؟ نلعب. ماذا نلعب؟ لعبة الملاحقة. أركض وأنت تلاحقني. مرحبا عمان. اهلا حمد. اهلا. مرحبا اطفال. اهلا. لماذا تضحكين؟ منظرك مضحك وانت تحمل كل هذه الاغراض. ومنظر الان مضحك اكثر. ها اعجبك هذا؟ هيا. خذ العلب. وسأجمع أنا التفاح والبرتقال بعد ذلك. لماذا حملت كل هذه الأغراض دفعة واحدة؟ أنت طلبتها مني. كم عدد العلب؟ 9 علب. عندي 1 2 3 4. 4 علب. 5 6 7 8
تاسعة بالداخل؟ نعمان نعمان. هيا تيس واحدة اثنتان ثلاث أربع خمس ست سبعة. شكرا. سبع. والآن جاء دور البرتقال. واحدة اثنتان ثلاث أربع خمس ست سبع. شكرا يا نعمان، شكرا يا أطفال على المساعدة. شكرا. عفوا. قضينا وقتا ممتعا معك، تعال كل يوم وستجدنا هنا لمساعدتك. سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي بالتعاون الفني مع ورشة تلفزيون الأطفال بنيويورك. مع السلامة.